أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل في سؤال له لفضيلة الشيخ: في أي سن يجب على المرأة أن تلبس فيه الحجاب؟ وبارك الله فيكم. تلبس الحجاب إذا بلغت بالحيض، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. المراد بالحائض من بلغت سن الحيض، وكذلك إذا بلغت بالإنبات حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل، وكذلك إذا بلغت 15 سنة، وهذا آخر العلامات للذكر والأنثى. إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ سن الرشد، لأن ابن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجده، عرض عليه في عام الخندق وهو سنة 3 من الهجرة فأجازه، يعني لما بلغ 15 سنة.